كل واحد غادي ياخذ الحق ديالو عاد ديك الساعه غنشوفوا الحق ديال الحق القانون. كنشكروا رجال الدرك على المجهود اللي قاموا به. ما كانش غادي يوقع الحمد لله. بالنسبه لهاد الحاله اللي كتشوفوا دابا ديال الاغتصاب، الطفل يلاه بدا في 16 سنه والطفل كيعاني من مرض توحد وعنده ان غوتاغ. المهم كيفاش سقنا الخبر حنا كجمعيه، تلقينا الاتصال في نهار الخميس، تلقينا اتصال في الليل قلنا شنو وقع شنو وقع شنو وقع. التحقنا نهار الجمعه في الصباح، مشينا لبنو رشد على ود الخبره، شافوا الطبيب الشرعي وداكشي. من بعد جاو النتائج عند رجال الدرك الملكي، هو تعتقل نهار الخميس، تعتقل يعني في واحد الوقت اللي هو وجيز. صافي بعد ما خرجت الخبره نهار الجمعه في العشيه، نهار السبت داز كانت الجلسه عند الوكيل العام في محكمه الاستئناف في الدار البيضاء. من بعد تعتقل المجرم السجن عكاشة. المجرم في عمره 54 سنة، والولد يالله بدا في 16 سنة. من بعد كيقول أنه هو شاد جنسي وعنده ضعف جنسي. يعني هل يعقل أن واحد عنده هاد الحالة هادي ويدير لهاد الولد هاد الحالة؟ واش الإنسان يعني منطقيا يعني هاد الشيء لا يعقل، هاد الشيء ما يمكنش. الرسالة اللي غادي نبغي نوجه هو أن الناس يحضوا وليداتهم، ينتبهوا لوليداتهم. كيفاش هاد الولد اللي كيمشي معاه كيديه يصلي ويقول ليه يلا نعطيك كتوبة ديال القرآن تقراهم ويغتصبوه يتك ليه العرض ديالو؟ كيفاش هادشي؟ كيفاش غتبقاي تثيقي انت تعطي ولدك ولا بنتك؟ هاد الرسالة كنوجهها للأمهات والآباء، يحضوا وليداتهم. كذلك كنطالب من المؤسسات اللي كيهتموا بهاد الفئات ديال ذوي الاحتياجات الخاصة، يشوف من حال هاد الوليد كيفاش يمشي المؤسسة وتسد ليه في وجهه. حشومة وعيب، حنا بغينا المؤسسة تفتح في وجهه. كيفاش هاد الولد اللي في بداية العمر ديالو 16 سنة تسد في وجهه مؤسسة؟ محروم من القراية، محروم من تعلم ديال الصنعة، محروم من كلشي، جالس في الدار المسجد. ها هو دابا الحالة ديالو النفسية متأثرة. يعني حنا بغينا المجتمع جمعية ديال المجتمع المدني نديرو ايد في ايد ونعاونو هاد الحالات هادو. ها هو دابا خاصو طبيب نفساني، خاصو يعني خاصو مؤسسة اللي يتعلم فيها، خاصو جانب ماديات ما كايناش، خاصو المساعدات مادية. يعني لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الأسرة مساكن على قد الحال، الأسرة يعني كيقطنوا بكريان ديال دوار الحجر. يعني كيفاش ما تخيلوش بعد العيشة، يعني وضع مزري، وضع مزري. ما كيطالب حتى شي حاجة، تيطلب الأب مسكين يعني وعنده واحد العمل اللي هو كيقول الحمد لله أنا بغيت ولدي غير يقرا، ما بغيتش نبقى نشوف مادام هادشي كتاب الله وقع ليه، غير نشوفوا أن ولدي نشوفوا أنه دخل يقرا ويبدا ما يبقاش هكا. يعني بارك هادشي اللي وقع ليه وهاد الحالة اللي كيعاني فيها. كنطلبوا حنا من المؤسسات ومن الجمعيات اللي متخصصه في هادشي ديال ذوي الاحتياجات الخاصه والمعاقين ذهنيا، ياخذوا هادشي بعين الاعتبار وخذوا على العتاق ديالهم هاد الحالات هادي.